كيف فيك تقولي باللغة الألمانية أنا ما عم بقدر بتحمل الوجع أو أنا ما عم بقدر بتحمل المرض؟ فيك تعبري عن هذا الشيء باستخدام العبارة التالية وتقولي Ich kann den Schmerz nicht mehr ertragen، يعني أنا لا أستطيع تحمل الألم، أو فينا نقول بصيغة الجمع Ich kann die Schmerzen nicht mehr ertragen، يعني أنا لا أستطيع تحمل الآلام. أو فينا هون نستبدل الفعل كمان بفعل مطابق لإله بالمعنى، فيك تقولي Ich kann die Schmerzen nicht mehr aushalten، يعني أنا كمان لا أستطيع أن أتحمل الوجع.